رانيا، هل فعلا انك يعني اترفعت لوحدك قدام المحكمة بدون محامي؟ لا، بدون محامي. دخلت علشان خاطر المحامي الأولاني كان يعني خد مبلغ مالي مقابل ان هو كان بيقنعني بالتنازل وهكذا، وكان ما كانش عاوز احضر الجلسة وكده، فانا ما كانش كان عندي ثقة في اي حد. فكان طبعا يعني عايز يعني يموت القضية زي ما بيقولوا. لا، هو كان عايز موت القضية، كان عاوز ما يبقاش فيه اي حكم. أنا بشكرك وبحييكي تحية كبيرة جدا، أنت نموذج فعلا للفتاة المصرية الصعيدية الأصيلة اللي يعني رفعت رأس أهلها ورفعت رأس كل المصريين. شكرا ليك يا رانيا وبالتوفيق في شكرا حياتك إن شاء الله. لحضرتك. كان عندي طلب، اتفضلي يا فندم. انا بس كان نفسي اشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي المرأة الاول في مصر. طيب احنا من هذا المنبر يعني احنا بنتوجه برجاء وبطلب للزملاء والاصدقاء الاعزاء في المكتب الاعلامي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتم دعوة رانيا فهمي في مؤتمر الشباب المقبل، واعتقد انه زملائنا واصدقائنا في المكتب الاعلامي لسيادة الرئيس يعني هيستجيبوا باذن الله لهذا الطلب. شكرا ليكي رانيا فهمي البنت الجدعة الصعيدية الجميلة.